قال صليت من الليل ما كتب لي ربي فأتاني ربي في أحسن صورة. ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت يا ربي لا أدري. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت يا ربي لا أدري. يقول فوضع يديه بين كتفي فعرفت، فوجدت برد أنامله في صدري، فعرفت كل شيء وفهمت كل شيء. ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات وفي الدرجات. قال وما الكفارات؟ قال كثرة الخطاء مع الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال وما الدرجات؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال يا محمد قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموهن وعلموهن فإنهن حق.